جديد مريم، برحب بيكي وبرحب بضيوف الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب اكيد مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. معايا دلوقتي طبعا نجمه من نجمات فريق سله سيدات الاهلي رنيم الجداوي. برحب بيكي طبعا يا رنيم، مبسوطه يعني ببقى مبسوطه دايما ان انت بتكوني معانا على شاشه قناه الاهلي. خليني اقول لك الف مبروك، اداء قوي منك كالعاده، كلميني كده يعني النهارده على جيم 2. الحمد لله الجيم كان سهل، عندنا غيابات كتير اصابات وكده، فالفريق كان نازل النهارده مركز ان هو نفرق بالسكور على قد ما نقدر ونخلي الجيم سهل علشان يعني نعدي الجيم يعني بتاع النهارده. والحمد لله الفريق كان على قد المسؤوليه ولعبنا حلو مع بعض وكسبنا الحمد لله. رنيم طبعا انتوا كده خلاص هتتأهلوا للفاينل على طول بإذن الله، يعني توقعاتك بقى للفاينل وان شاء الله هتستعدوا ليه ازاي؟ طبعا احنا ان شاء الله بإذن الله هنكسب يعني ان شاء الله. عندنا توقف لمدة اسبوعين وبعد كده هنلعب الفاينل، فان شاء الله من بعد التوقف يعني هنكون في ناس هتبقى مسافره تبع المنتخب 3 على 3، واول لما ترجع ان شاء الله خلاص ده بطوله جديده منتهى التركيز اكتر من الاول. طبعا هنصحح اخطائنا بتاعه اللي فاتت وهنسمع تعليمات الكابتن وان شاء الله باذن الله الدوري يكون في الاهلي ان شاء الله. كابتن رنيم طبعا بنشكرك ونورتي شاشه قناه الاهلي، الف مبروك. شكرا مريم، ده كان طبعا لقاء مهم جدا مع احد نجمات الفريق كابتن رنيم الجداوي، بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه.